السلام عليكم متابعين قناة سما سبورت. بهذا الفيديو إن شاء الله تعالى راح نتحدث عن منتخب سوريا، كيف عم يتحضر، شو هي التجهيزات الجديدة اللي عم يستخدمها بالمعسكر. لأول مرة عم نشوف شيء جديد بالمنتخب. سنوات طويلة عدت على المنتخب ما كنا نشوف أي تحضيرات جديدة للمنتخب. وقبل ما أبلش موضوعنا، بتمنى من جميع أخوتنا المتابعين اللي عم يشاهدوا هذا الفيديو، عملت قناة جديدة اسمها قناة سوريا في قلوبنا، بتمنى أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، لأن في القناة هي اللي عم تابعوها قناة سما سبورت للأمانة ما لها مستقبل. صار لي كم سنة عليها، يعني مكانك راوح، مليونين مشاهدة طيلة 3 سنوات ونص، ما في أي تفاعل عم نشوف بالقناة. وقناة الجديدة اسمها سوريا في قلوبنا، وين ما رحنا وين ما جينا، تغربنا على أي بلد، هجرنا على أي بلد، ولكن تم هذا مشغول بسوريا. ايمت رح نرجع لسوريا؟ ايمت رح نعمر سوريا؟ انا بلشت من هاي الفكرة، خلينا نوصل افكارنا نحن المغتربين. طبعا اي شخص بالمغترب صار عنده فكر يعمر بلده، فكر انه يعطي شيء لبلده، طبعا هو خارج بلده. انا هذا غايتي بقناة سوريا في قلوبنا. انا عندي افكار جديدة ان شاء الله تعالى بتفيد البلد، بتفيد الشعب، بتفيد إعادة الإعمار سوريا. عندي أفكار حلوة إن شاء الله وتعالى في المستقبل القريب راح أنزلها على قناة سوريا في قلوبنا، وبتمنى هالفيديوهات توصل للمسؤولين بداخل السوري. ونحن المهجرين أو المغتربين عم نشوف لوين وصل التطور بدول العالم. وباب القناة مفتوح على كل الاقتراحات، رابط القناة راح بتشوفوه بالوصف وأيضا مثبت بأول تعليق. بتمنى منكم يا أخوتنا المتابعين تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، أهم شيء تفعيل زر الجرس، وتدعمونا بلايك. وبيني وبينكم شوي، أنا مليت من الرياضة، يعني تعبت إني أركض ورا الرياضة، صار لي 25 سنة رياضة رياضة رياضة، شوي مليت منها، يعني بدي أتجه لغير شغلة. ومثل ما حكيت في بداية الفيديو، هالقناة ما لها أي مستقبل ولا أي تفاعل. ومشان ما نطول عليكم، مباشرة ندخل لموضوعنا، تحضيرات المنتخب السوري في دمشق. عم نشوف منتخبنا بحل جديدة بشكل جديد بقيادة الكابتن نبيل معلول. وبصراحة من أول ما وعيت على متابعة للرياضة للمنتخب السوري والأندية السورية، ما كنا نشوف هاي التجهيزات الحديثة اللي بيلعبوا فيها المنتخبنا، ما كنا نشوف هالتجهيزات الحديثة للمعسكرات الأندية أو معسكرات المنتخب. ولكن بقيادة الكابتن نبيل معلول، وطبعا من خلفهم الكابتن حاتم الغايب والاستاذ فراس معلق، اللي هن عم بدعموا المنتخب وبيلبوا كل احتياجات المنتخب، مثل ما شفتوا بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعي او على صفحة اتحاد كرة القدم الرسمية عبر الفيسبوك. شفنا التجهيزات الجديدة، رفع الاثقال، وايضا شفنا بعض المجسمات اللي هي بتهم المعسكر، باقي الشغلات اللي شفناها بأرضية الملعب. وللأمانة مثل ما حكينا، ما كنا نشوف هذا الشيء بالسنوات الماضية بالمنتخبات الوطنية أو حتى الأندية الوطنية. طبعا هذا الشيء بساعد على اللعب، لأني بحس حاله محترف، بحس حاله مهتم فيه، في حدا عم بيهتم فيه، حتى هو اللاعب نفسه بيعطيك كل طاقته مشان يوصل اسمه للمنتخب، وايضا مشان يرتدي قميص المنتخب، ومشان يوصلوا سوا للمحافل العالمية، ان كان كأس العالم او كأس آسيا، لاني المنتخب هو اللي بيسوي اللاعب، لاني هو المنتخب بوابة عبور للاعبين السوريين مشان يحترفوا بالخارج، ان كان بدول اوروبية. ان شاء الله قريبا نشوف بعض اللاعبين في الدول الاوروبية او حتى في دوريات الخليجية او حتى الدوري المصري. يعني ما في شيء صعب على لاعبينا، ولكن شوية التزام واهتمام بنفسه راح يوصلوا للعالمية. وطبعا لسه المعسكر مستمر في مدينة دمشق. وطبعا اول شيء المعسكر ابتدأ بحلب، ولكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، ما اكتمل المعسكر بحلب بسبب اكتشاف بعض اللاعبين انه حاملين كوفيد-19. الحمد لله طلعت نتائجهم، هن اللاعبين ما في اي خطر عليهم. وحتى اذا لاحظتوا او تابعتوا على موقع التواصل الاجتماعي وخاصة على صفحة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم الرسمية عبر الفيسبوك، شفتوا هالصور الحلوة، الصور الجميلة الاحترافية اللي عم صوروها عم يشروها. يعني للامانة وقت اللي عم بشوفك صور بحس حالي هيك بفتخر بحالي، لاني في شيء حلو عنا، وين كان مخبى كل هالشيء؟ ليش ما كنا نشوف، ما كنا نحس
بمنتخبنا او نحس بالمعسكر الداخلي. قبل فيما مضى كنا نشوف المنتخب الوطني قبل بشهرين او قبل ب40 يوم يستدعوا اللاعبين لبطوله كاس اسيا او للتصفيات، ما كنا نشوف اهتمام بالمنتخب. اليوم الحمد لله صار عندنا اهتمام اعلامي، اهتمام مسؤولين رياضيين بالمنتخب الوطني وبالرياضه السوريه. ومثل ما حكينا هذا الشيء بفيد اللاعب، وقت اللي اللاعب بشوف في تجهيزات جديده او في تقنيات جديده للتدريب، وحتى في فكر جديد انه عم بيلعبوا، في استراتيجيه جديده للمنتخب وفي استراتيجيه جديده للاعب. يعني اي لاعب ثاني خارج المنتخب يعني بحس بحاله لازم يكون بالمنتخب وبيعطي اكثر ما عنده بانديته مشان يكون اسمه من قائمه المنتخب الوطني. وفي شغله صغيره كان حاب اذكرها اليوم، كابتن مؤيد عجان لاعب نادي الوحده لصحته او بكلامه او بفرحته ل عم بيحكي على جمهور نادي الاتحاد، يعني كلام عن جد، كلام مستغرب، كلام غريب جدا من هيك لاعب محترف كان باحد اعرق الانديه المصريه، نادي الزمالك المصري، كان محترف بصفوف نادي الزمالك المصري. ودائما بنعرف اللاعبين المحترفين كيف لازم يكون فكرهم عالي، دائما يكونوا افضل من اللاعبين المحليين، ولكن الكابتن مؤيد العجان الفيديو اللي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي عم يغلط على جمهور نادي الاتحاد الحبيب وجمهور نادي، طبعا هو ما غلط بحق جمهور نادي الاتحاد، هو غلط بحق كل الرياضة السورية، لأن الكلام اللي طلع من الكابتن مؤيد العجان يعني هذا مو لاعب محترف، اللعب بأحد أرقى الأندية المصرية نادي الزمالك القلعة البيضاء، يعني هذا اللاعب يعتبر من صف الثالث أو درجة الثالثة أو درجة الرابعة، لا يعتبر لاعب محترف، يعتبر لاعب هاوي انه عم يغلط بحق اسم نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد الكبير. وهو طبعا هو بمثل فقط نفسه، ما بمثل جمهور الوحده الحبيب، وكمان بنبارك له لاني فاز بلقب كاس الجمهوريه، جمهور نادي الوحده الكبير، جمهور العريق، جمهور الزواق اللي بيفهم كره القدم. طبعا هو مثل ما حكينا الكابتن مؤيد العجان هو بمثل فقط نفسه. عشان ما نطول عليكم هذا هو موضوعنا اليوم، اذا عجبك الموضوع اعطنا لايك واشترك بالقناه وفعل زر الجرس، وايضا اكتب لنا هيك تعليق على كيفك. وبتمنى نخلص من الشتائم وايضا نخلص من المهاترات اللي بتصير على صفحات التواصل الاجتماعي او حتى على قناتي انا. واذا عندكم اي اقتراح او اي سؤال اكتبوا لنا بالتعليقات، ان شاء الله وتعالى رح ارد عليكم اول باول. احيانا عم بتاخر برد التعليقات والله بسبب ضيق الوقت وبسبب ظروف العمل. وبالنهايه بالف خير وصحه وسلامه، السلام عليكم متابعين قناه سما سبورت.